السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج بيخليك تشوف في الملفات الـ IFC و GML و GBXML و LandXML اسمه FZK Viewer. البرنامج ده مجاني و Open Source. لما نجي نفتح البرنامج بقول له Open وببدأ اختار الملف اللي انا عايزه سواء IFC او GML او GBXML. فبقول له انا عايز الملفات بلاقي مثلا الملف دوت. تعال نشوف مساحته. ماشي خلينا نختار دوت. او فتح الملف تقدر تعمل زوم، تقدر تلف حواليه زي ما انت عايز، تقدر تطفي اي حاجة انت مش عايزها، ليارات، تقدر في خصائص كتيرة جدا ان انت تعرف المعلومات اللي انت عايزها، تعرض الحاجة اللي انت عايزها، اي خاصية انت عايزها او اي زاوية انت عايزها، تعرف مثلا السبيس اللي موجودة تعمل زوم عليها. كل ده والبرنامج مجاني وتقدر تمشي فيه في المبنى زي ما انت عايز وتشوفه من اكتر من جهة وتاخد المعلومات اللي انت عايزها. وخفيف على الجهاز وما شاء الله، يعني ان شاء الله تستخدمه على طول.